السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المتابعين، قناتكم متنهة بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن ازاي نصمم دايرة لتشغيل لمبة ليد في حالة مثلا تلف الدايرة الخاصة بلمبة ليد باستخدام مكثف مروحة عادي. الفكرة كلها ان احنا نستخدم المكثف كمقاومة مسعوية بحيث نحدد شدة التيار الخاص بالدايرة. هنستخدم مكثف قيمته يعتبر 1 مايكروفراد، أو هو مكتوب عليه 1.2، ولكن القياس دي حاليا 1 مايكروفراد. هنستخلم بريج أو ممكن نستخدم 4 ديود بحيث نعمل خنطرة توحيد. البريج زي ما حضرتكم شايفين عليه علامة الموجب، ده يبقى الخارج الطرف الموجب تيار مستمر، ده علامة السالب يبقى طرف السالب تيار مستمر، أما الطرفين في المنتصف طرفين الأي سي تيار متردد بيخرج تيار ثابت أو تيار مستمر. هنوصل الطرف من أطراف المكثف بأحد أطراف التيار المتردد، بحيث ان يعتبر احنا هنوصل المكثف عن طريق التوالي مع دخل التيار الكهربائي. هنجيب تيار كهربائي، هنوصل طرف منهم يعتبر بطرف المكثف، الطرف الاخر هيوصل معنا بطرف البريج. هنجيب كابل، الاخضر هيوصل معنا بطرف الموجب، اما الاصفر هيوصل معنا بطرف السالب. هنجيب جهاز الافوميتر لوضع 1000 فولت تيار مستمر. هنوصل الطرف الأحمر خاص بالأوفوميتر باللون الأخضر، أما الطرف الأسود أو الطرف السالب باللون الأصفر. هنوصل تيار كهربائي. الفولت حاليا 214 فولت، ولكن تيار مستمر. هنفصل. هنجيب بوردة فيها 3 ليدات يعتبر بس اللي شغالين حاليا. انا دي بوردة لمبة ولكن احترقوا، وانا يعتبر وصلت اطراف السلك على مكان 3 ليدات بس يشتغل، بحيث يشتغل معنا، بحيث نجرب مع حضراتكم انها من ابسط شيء ممكن او ابسط عدد ليدات هتشتغل معنا مفيش اي مشاكل. هنوصل برضو الاطراف بحيث نشوف تغير الفولت، انها زي ما شفنا مع حضراتكم كان يعتبر 214 فولت. هنوصل زي ما حضراتكم شايفين الليدات اضاءت والفولت يعتبر 38 فولت. هنفصل نشوف في سخونه في الليدات، مفيش اي سخونه في الليدات. ممكن نشوف شده التيار الواصله لان الليدات ده لو زاد عليها شده التيار هيؤدي للاحتراق، الطرف السالب هيوصل مباشره. اما هنغير وضع الافوميتر على وضع قياس الامبير تيار مستمر. هنوصل بالتيار الكهربائي، اللمبة اضاءت وادى معانا يعتبر 40 ملي امبير زي ما هو واضح امام حضراتكم. هنفصل نشغل 40 ملي امبير. هفصل التيار الكهربائي كده، يبقى انتهينا من دراسة البورد اللي هي. هنجيب لمبة عادية شغالة تعتبر معانا، هنفتحها، هنخرج دايرة الليدات من دايرة الباور الخاصة بيها. ادي دايرة الباور الخاصة بيها، نفصل حاليا الدايرة اللي احنا صممناها بحيث محتاجين نجرب نشوف شدة التيار المسحوب للليدات بواسطة البوردة الخاصة بيها، بحيث نشوف الدايرة اللي احنا صممناها لو كان شدة التيار اعلى من شدة التيار الخارج من البوردة الخاصة بها فهتكون خطر، بتمثل خطر على الليدات، ولكن لو زيها او اقل منها هيكون مفيش اي مشاكل تقدر تستخدمها وانت مطمن. يعتبر الفولت بيتغير على عدد الليدات، واما التيار يعتبر ثابت على 40 ملي امبير. واحنا دلوقتي هنشوف شدة التيار الخاصة بالبوردة الخاصة باللمبة. هذا الطرف الاخضر بالفي موجب على علامة، الطرف الاصفر بالفي سالب زي ما واضح امام حضراتكم. هنوصل بالتيار الكهربائي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنوصل الليدات اضاءة، هنجيب جهاز الافوميتر،
الطرف الموجب هنوصل بالأفوميتر. الأمبير المسحوب 135، الأمبير المسحوب 125 ملي أمبير. المجموع اللي اتدد هي يعتبر الأمبير المسحوب 125. هنفصل وهنجيب الدائرة اللي احنا صممناها وهنجرب ونشوف برضو الأمبير المسحوب زي ما قلنا لحضراتكم. أتمنى يكون أقل من كده، حتى لو أقل من كده بكتير مش هيأثر معانا، ولكن هيأثر في شدة الإضاءة، ولكن نضمن سلامة الليدات. أدي الطرف الأصفر بالطرف السالب والأخضر بالموجب، أما التيار الكهربائي هيوصل الطرف بالأطراف البريد، الطرف الآخر هيوصل معنا بالمكثف. هنوصل هنشوف الأول الدائرة شغالة ولا لأ، زي ما حضراتكم شايفين برضه تلاحظ إن شدة الإضاءة أقل شوية، ولكن يعني مثلا حوالي 70%. هنوصل بجهاز الأفوميتر بحيث نشوف شدة التيار. زي ما حضراتكم شايفين 30 ملي أمبير. هنفصل التيار الكهربائي برضو، ده أمبير مناسب جدا هيدي معانا إطالة في عمر الليدات. لو غيرنا المكثف لقيمة أعلى، لأن أعتبر زي ما قلت لحضراتكم المكثف ده قيمته يعتبر قليلة عن المكتوب عليه، لأن يعتبر مكثف تلف كان معايا، ده مكثف قيمته 1.5 مايكروفراد. برضه نتأكد من القيمة، هنقيس المكثف ده يعتبر 1 مايكروفراد بالظبط. أما المكثف اللي كانت اختبرت بيه الدور اللي فات يعتبر 0.5 مايكروفراد. هنوصل نفس الطريقة برضه، طرف من أطراف المكثف هيوصل معانا بالبريج، وأطراف التيار الكهربائي طرف بالبريج وطرف بالمكثف. طبعا دلوقتي احنا استخدمنا مكثف ساعته أعلى، فالمقاومة السماوية هتتغير، هيؤدي إلى تغيير شدة التيار الخارجة منه. هنوصل بالتيار الكهربائي، هنغير، هنجرب. زي ما حضراتكم شايفين ادى معانا 70 ملي امبير، يعتبر برضو كده شدة الاضاءة زادت بنسبة 85%. وبكده قدرنا نصمم دايرة انك تستخدمها في حالة تلف دايرة اللمبة الليد، بحيث تقدر تشغل بيها الليدات وانت مطمن بدون مشاكل للليد، مع الحفاظ على العمر الافتراضي الخاص بالليدات. شكرا متابعين قناتكم متعان. قبل ما انسى برضو، ممكن تضيف مقاومة على المكثف بحيث تضمن تفريغ المكثف، يعني مثلا المقاومة تكون مثلا 470 كيلو اوم، دي القيمة المناسبة. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة. شكرا متابعين قناتكم دان، اتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.